عندنا هنا احنا وقفنا فين؟ عم شير سكرين هنا عند ال عند النور جيت ويز وان انبوت الانفرتر في المايك يا جماعه في المايك النور جيت الانفرتر النور جيت انا دخلت لها الاكس ودخلت الاكس تاني يبقى اكس اور اكس الكل برايم يعني كان معناها اكس برايم يعني هي شارت انفرتر فعلا الجمله دي سليمه دي 44 النور نور امبلمنتيشن ريكوايرز الفانكشن تو بي ام بي او ام او بي معلش يا دكتور في 44 ممكن تبقى النند برضه ممكن تبقى النند فعلا من حال اكس اند اكس الكل برايم هتبقى هي اكس برايم يعني كان انفرتر بالظبط 45 بيقول النور نور امبلمنتيشن ريكوايرز فانكشن تو بي ام بي او ام او بي او اس ايوه يا بي او ام يا بي او اس فعلا يعني بي او ام اللي هو الصيغه الجنرال كانونيكال او البي او اس الصيغه الستاندرد كومبلمنت ايه كومبلمنت فانكشن بوليان فانكشن از ا تو ليفل نور اور نور اور سيفت احنا في نقطه كام يا دكتور معلش 46 النور اور دي اللي هي اور اند انفرت ولا نور اور نور اور نور اور اللي هي انا عندي النور اور هي كانت بتبقى موجوده من فين؟ كانت موجوده عندنا امبلمنت فانكشن بولي فانكشن نور اور تمام؟ عندي هنا النور اور النور عايز تجيب بس النور اور تو ليفل نور اور تو ليفل نور اور كنا هو دكتور متهيألي الغلط في الزيروز في ال هي اتس 1 سم مش سم اوف برودكت وان احنا بنركز على ال 1 النور اور اللي هي عندنا النور اور اللي هي اور اور لا الثاني كان اسمها اور اند انفرت اور اند انفرت اللي هي دي بتاعت اور اند اور انا عايز اور اند انفرت انا عايز نور اور بجمع الزيرو في الماب عندنا نور نور مش نور اور نور اور لا نور 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 اور يا دكتور اللي هي كانت اور ناند اللي هي اور اند انفرتر اللي هي دي كانت في سلايد في سكشن اعتقد في هنا في خمسه محاضره سته يا دكتور سته نعم ستة دي اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت النور اور لا كانت اسمها اول حاجه كنا بنعمل اور اند انفرت اور اند اور اند انفرت اللي اور ناند كنا بنعمل بالظبط اور اند اور اند انفرتر فكنا بنعمل اور 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 اند انفرت اللي هي دي احنا عايزين اصلها ايه دي؟ اصلها اور ناند اور ناند نور ناند اور طيب نور انا لل ليها عندنا هنا بس هعمل شير السكرين كلها هنا عندنا انا بصيت على الحته دي من غير مش لازم احفظها يعني مش محتاج احفظ انا عايز نور اور اللي هي جايه من اور اند انفرت انا عايز افكر في صوره نور اور وانا عندي هي بتيجي من شكل اور اند انفرت يبقى اذا لحد هنا كده لحد الحته دي اور اند دي الفانكشن يبقى دي تبقى اف برايم نعمل لها انفرت توصل نحصل على نور اور يبقى لازم امثل الفانكشن في صوره اور اند الاف برايم امثلها في صوره اور اند الاف برايم لا الاور اند الاور اند ده تبقى بي او اس يا دكتور ماله الاور اند ده بي او اس الاور اند اللي هو البي او اس صح البي او البي او اس ده هنعمل له ايه؟ ده المفروض نحصل لحد هنا كده على اف برايم اف برايم ندخل لها انفرت تحصل بيها على على فانكشن في صوره نور اور تمام طيب يبقى احنا عايزين نحصل على اف برايم في صوره اور اند يبقى لازم اجيب الاف في صوره سم اوف برودكت لازم احصل على الاف العاديه احصل على الاف العاديه برودكت اوف سم بقى يا دكتور اور اند
ملاحظ اصبر عليا بس انا عايز احصل على الفانكشن في صوره اور اند الاف برايم عايز احصل عليها في صوره اور اند عشان احصل على الاف برايم في صوره اور اند محتاج ان انا احصل على الاف في صوره اند اور اللي هي السام اوف برودكت اند اور السام اوف برودكت العاديه بجمع الوحايد بتاعت الفانكشن جمعت الوحايد بتاعت الفانكشن او لو جمعت الاصفار بتاعت الفانكشن اللي هي تبقى اف برايم اجمع الوحايد اجمع الوحايد يا هنا هم هنا قالوا ايه نور اور اجمع الوحايد جمع الوحايد صح فعلا لازم اجمع الوحايد عشان هي سام برودكت ايوه سام برودكت ما تيجي كده الموضوع مش حفظ الموضوع بالمنطق كده انا عندي هنا انا اصلا على السؤال دكتور في الاستاد اللي حضرتك كنت فيها من حبه كان البي او اس في الاستاد اللي حضرتك لسه قلبها لحظه انا عايز احصل على النور اور النور اور هنا لحد هنا لو انا جبت عشان احصل على النور اور بحصل على النور اند انفرت يعني ايه يعني لازم الفانكشن نقفل المايك تمام نحصل على اور اند انفرت للفانكشن دي طيب يبقى لازم الاف تيجي من فين الاف تيجي من دي كلها على بعض من اور اند انفرت يبقى لازم اف ده انفرتر يبقى لازم لحد هنا يكون في ايه في اف برايم الاور اند تبقى اف برايم احصل على الاور اند اف برايم وادخل على انفرتر احصل على الاف كنور اور طب انا عشان احصل على الاف برايم كاور اند الاف برايم اور اند المام ما بتدينيش اور اند بتديني اند اور الاف برايم اور اند اللي هو البرايم بتاع مين بتاع الاف اللي هي اند اور اللي هي تجميع الوحايد تحت الاف العاديه ده فعلا انا لازم هنا اجمع الوحايد ولذلك هو كاتب ان انا اجمع الوحايد هنا كاتب ان انا هجمع الوحايد الموجوده في الماب product of sum for my combining one in the map and then complementing صح كده لو سمحت يا دكتور هو في بس واحد اسمه محمد واحد اسمه علاء ثابت يعني هم فاتحين المايك ليه لما هم ما بيتكلموش احنا مش عارفين نسمع يعني حد يفتح المايك يا جماعه غير اللي بيتكلم بس يفتح المايك ولا حاجه سؤال تمام هنا عندنا معلش يا دكتور ميوت قول بعد اذنك انا عملت ميوت قول خلاص كده هو شكله نام وفي ايده موبايل طيب عملت تسجيل يا جماعه ولا عملت تسجيل اعتقد صح يا دكتور ايوه حضرتك بتسجل يا دكتور طيب يبقى كده فعلا يا جماعه احنا نجمع الوحايد تحت الموجوده في الماب الجمله دي خاطئه نجمع الوحايد الموجوده في الماب يبقى الجمله دي خاطئه مش هنجمع الاصفار هنجمع الوحايد يعني هي ملهاش دعوه بالسم برودك ولا برودك اوف سم لا هي ليها دعوه طبعا ليها دعوه ازاي النور اور دي بتيجي من فين زميلتك قالت ان شويه النور اور بتيجي من الاند اور انفيرت بتيجي من الاند اور انفيرت بتيجي من هنا النور اور اهي احد تمثيل النور اور دي والاور اند والاور ناند بتيجي من اور اند انفيرت الاور اند انفيرت لحظه بس عايز الاور اند تبقى اوبسم الاور اند انفيرت انا عايز احصل على الفانكشن في صوره نور اور يبقى لازم بجيبها من الاور اند انفيرت اور اند انفيرت يعني لازم لحد الاور اند تبقى الاف برايم احصل على اف برايم لحد الاور اند وبعد كده اعمل لها انفيرت احصل على الاف طيب انا عايز الاور اند انفيرت دي عايز اور اند للاف برايم ايه اور اند للاف برايم يعني الاف برايم في صوره اور اند اللي هي بي او اس يعني عشان اعمل الاف برايم في صورة بي او اس لازم تكون عند الاف في صورة اس او بي الاف العادية تبقى اس او بي اعمل لها نيجيشن احصل على الاف في صورة بي او اس اور اند وفي الحالة دي يبقى هجمع الوحايد العادي عشان احصل على الاف في صورة اس او بي يبقى هجمع الوحايد مش هجمع الاصفار تمام هنا عندنا الجملة دي خاطئة هجمع الوحايد مش هجمع الاصفار هجمع الوحايد يعني الغلط هنا دكتور مش في اس او بي اس او بي صح اس او بي لا اس او بي صح بس كلمه الصفار دي غلط المفروض تبقى طب معلش يا دكتور هي اس او بي صح ليه؟ ايوه الماب ما بتطلعش غير اس او بي الماب ما بتطلعش غير اس او بي الماب بتطلع دايما اس او بي ما بتطلعش بي او اس خالص الماب انت دايما كل اسم طب انا عايز احولها النور اور وهي النور اور بتقبل بي او اس اعمل ايه؟
يبقى لازم تجمع الوحايد بتاعت الوحايد في الاس او بي. هتجيب الوحايد العاديه بتاعت الفرش عليه، الفرش عليه عندك تجمع الوحايد بتاعتها تطلع لك اس او بي الشكل الطبيعي بتاعنا. ناخد الوحايد، ناخد الاس او بي ده نعمل له كومبلمنت دينامي، دينامي او اس للاف برايم، الاف برايم بي او اس في الاف برايم، اعمل لها كومبلمنت ثاني احصل على مور اور للاف، احصل على الاف بصوره مور اور. تمام يا دكتور فهمت. يعني دكتور نفس السؤال ده لو انا شلت نور اور وحطيت ناند اند هتبقى صح؟ ناند اند اه نفس الناند اند، لا ناند اند مختلف، ناند اند مختلف، ناند اند هي بتيجي من اند اور، ناند اند بتيجي من اند اور انفرت، فانت محتاج الاند الفانكشن في صوره اند اور، اند اور اللي هي عباره عن ايه؟ اس او بي للاف برايم، اس او بي للاف برايم، اس او بي للاف برايم يعني الاصفار هي اللي هي الاصفار اللي تحت الاف في الماب، عشان كده هنجمع الاصفار بتاعت الماب. تمام؟ لو حاولت تحفظوا دي مش هتعرفوا تحفظوها، هتلخبطوا فيها، فكروا فيها تفكير عادي، تفكير تفكير. يعني 45 غلط يا دكتور؟ طيب 45 طبعا خطا لانه الزيرو، الزيرو هنا كلمه الزيرو دي غلط فيها. يعني يا دكتور معلش هي لو كانت 45 45 ايه؟ 45 دي لا 45 صح. 45 صح. 46 خطا، 46 عشان خاطر الاصفار هنا خطا. الزيرو هنا خطا. طب سؤال يا دكتور، دكتور يعني معلش انا بس او نور في حته معينه يعني لو كانت نور، لو كانت ناند اند بدل نور اور هتبقى صح ولا غلط؟ ناند ناند اه هتبقى صح. هجمع الاصفار. تمام كده شكرا يا دكتور. يعني في كلتا الحالتين سواء ناند او نور انا بستخدم السم اوف برودكت، بس في الناند بستخدم الزيرو وفي النور بستخدم الون. النور بستخدم الون. ما انت عندك حاجه ثانيه، في حاجه عندك حاجه ثانيه اسمها اور اور ناند، اور ناند وعندك اند نور في في الحاله الثانيه. عندك اصل عندك دي بيسموها دي جنريت فورمز اللي هي الفورم الفورمز اللي هي دي جنريت من الكومبينيشن بتاع التو ليفل. تمام؟ انا عايزكم تحفظوها، انا عايزكم تعرفوا تستنتجوها، تستنتجوها ازاي ان هي ليه وصلت كده، ليه محتاج اجمع الاصفار، ليه محتاج اجمع الوحيد، عشان لو حفظناها ممكن نتلخبط فيها. الاكس الاكس اور الاكس نور اود اند ايفن فانكشن صح طبعا. الاكس اور الاكس اور لو سمحت يا دكتور اتفضل. هو لو نفس صيغه السؤال ده يا دكتور بس بدل ايفن قال لي اكويفالنس، هل ده يبقى صح ولا غلط؟ اكويفالنس فين؟ في الايفن دي؟ اه يعني بدل ايفن قال لي اكويفالنس صح. صح برضه تمام. الاكس نور ما بتديكيش واحد غير امتى؟ يعني لما يكون في اكويفالنس، لما يكون واحد واحد وزيرو زيرو. تمام؟ الاكس اور تدي واحد امتى؟ لما يكون العدد عدد الوحايد فردي اللي هو 0 و1 او 1 0، لكن 1 و1 تدي 0، 0 و0 تدي 0. تمام؟ الاكس اور والاكس نور ار اسوشيتيف بات نوت كومبيتيف، طبعا دي خطا. الاناليسيز فايند الفانكشن جيفن ا سيركت، الاناليسيز انا عندي السيركت وعايز اجيب الفانكشن بتاعتها صح. ويل ديزاين ديترماين السيركت اوف ا جيفن فانكشن صح. 49 صح. الفول ادر امبلمنت دو تو كاسكيد هاف ادر اه معلش يا دكتور 47 و48 ايه وايه صح ولا غلط؟ 47 48 صح. لا 48 خطا طبعا، 47 صح بس 48 خطا. ممكن يا دكتور جنب كل سؤال ترو او فولس بس علشان ما نسالش، عشان الناس كلها بتسال حضرتك في النقطه دي معلش. هو ايه؟ لا اقول عشان صوتك بقى تكتب جنب كل سؤال ترو او فولس، بحيث ان محدش يسالك في سؤال حضرتك قلته قبل كده. طب انا فاتح بي دي اف. طيب هنا اكتب ترو او فولس جنب ماشي. طيب هنا عندنا اناليسيس فايند فانكشن سيركت، احنا قلنا دي كام؟ دي عباره عن دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ترو اللي هي كده. هي 49 صح؟ هذه ترو 49 لا 49 ايوه 49 صح ترو 49 ترو. 50 فول ادر سيركت امبلمنتد از تو كاسكيد هاف ادر سيركت دي اه دي ترو برضو. الفول ادر طبعا بيبقى اثنين هاف ادر مع بعض ورا بعض. الاوبوت بتاع ده داخل على انبوت الثاني اللي شرحناه في المحاضره.
when two signed binary numbers are added, overflow detected from end carry of the most significant R. لا دي خطأ. Unsigned. غلط. Unsigned. Unsigned مش signed. Unsigned وليس signed. ليه؟ لأنه signed. السبب يا دكتور معلش. Signed له اكتشاف له وحده. لكن unsigned سهل جدا. اللي هو فعلا end carry الطلعة الأخيرة بتبين هل في overflow ولا لا. لو هي طلعة بواحد ما في overflow. لو هي طلعة بزيرو ما فيش overflow. لكن الساين احنا خدنا السيركت اللي بتكتشف الموضوع ده تعملها ازاي نقارنهم ببعض نقارن الكاري اللي داخل على اخر بت في الشمال خالص والكاري اللي طالع من اخر بت في الشمال خالص يعني اخر اتنين بت بجمعهم في الشمال خالص الكاري اللي داخل لهم والكاري اللي خارجه منهم لو الكاري اللي داخل لهم زي الكاري اللي خارجه منهم الحاله دي بيبقى في اوفر فلو لو مختلفه يبقى ما فيش اوفر فلو دكتور هو عامه السايند باينري انا بقدر بيكون في اوفر فلو يعني ممكن يكون ممكن يكون في اوفر فلو ليه لانه يعني السايند دي في جزء في الاشاره بتاخد الاشاره يعني مثلا ممكن بعد اذن حضرتك تجيب السلايد بتاع المحاضره دي هي موجوده احنا اصلا اللي هي بتاعه ايه شابت اعتقد شابت 7 باين ولا كام 8 شوف بس الكونتنت ساعتها عندنا هنا بس حضرتك ممكن تشرح السؤال ده تاني عشان مش فاهمينه اللي هي عندنا من السلايد شرح من السلايد انا عندي هنا بصوا كده الان هو اللي عدى يا دكتور هو هنا الان ده عندي اللي قبله ادي هنا عندي 70 و80 دول ساين ده تمثيل ال 70 وده تمثيل ال 80 تمام 80 بوزيتيف و 70 بوزيتيف مجموعهم كام هم عبارة عن متخزنين في 1 بايت يعني دي 4 دي 3 بت 6 8 3 6 8 1 بايت ال 70 80 يجوا في 1 بايت ده لو بتكلم على الكوست كومن مجموعهم كام لو مجموعهم كده لو جبت واحد وقلت له خلي بالك الاشاره في الواحد في الشمال خالص ده لو في واحد في الشمال يبقى رقم سالب لو في بوست لو في زيرو يبقى رقم بوستيف وهو هجمع ده وده هيطلع له واحد في الشمال خالص اهو هنا ده بوستيف وده بوستيف مجموعهم نيجاتيف او العكس ده نيجاتيف ده سالب 70 وده سالب 80 مجموعهم بوستيف المهم ساين ده هو يا دكتور مش انسايند لا ده ساين طب السؤال ما هو السؤال بيقول ساين السؤال بيقول هو انا ممكن بقى استاذ حضرتك السلايد اللي قبل دي بالظبط جايبه الكلام بالنص حضرتك لو قريت الجمل هنفهم كلنا انسايند الانسايند انا بتكلم عن انسايند من اول هنا كده انا بتكلم على الساين دلوقتي حتى احنا السؤال كان بيتكلم انه هنا كان بيتكلم ان الاوفر فلو ديكتد من الاند كاري الاخيره تمام ده في الان ساين هي خطا السؤال دليل ان المفروض دي ان ساين لكن احنا هنا بنتكلم على حاله الساين بقى نكتشفها ازاي حاله الساين بنكتشفها عن طريق ان احنا بنبص على الكاري اللي داخله من الكاري اللي داخله للاخر بيت والكاري الخارجه منهم لو الاثنين مختلفين يبقى في الحاله دي هيحصل ايه هيحصل لو الاثنين مختلفين هيحصل overflow ده معناه overflow ليه؟ لانه هنا عندنا رقم بوزيتيف ورقم بوزيتيف طلع رقم نيجاتيف او رقم نيجاتيف ورقم نيجاتيف طلع رقم بوزيتيف تمام؟ دي بتشوفها ممكن السلايد يا دكتور اللي هو ايه؟ السلايد اللي قبل دي السلايد اللي قبل دي موجود فيها كلمه الكلام على unsigned مكتوب هنا اهو اللي هي من اول وين تو signed number are added دي هي الجمله بالظبط دي الانسايند لكن لما بتكلم على الساين بقى الساين نمبرز لما بيعدد بقى لازم اعامل الساين بت كمعامله خاصه اللي تبقى جزء من الرقم وفي نفس الوقت هي شايله الاشاره هي شايله الاشاره وهي جزء من الرقم تمام فالاوفر فلو كلمه does not indicated an overflow خلتني افهمها انه ان الساين دي مش بعتبر ان الساين دي جزء من النمبر وما بتبقاش فيها اوفر فلو ما بعرفش indicated ليها ايوه لانه رقم طلع بره الرينج فكنت خدت توس كومبلمنت والوان كومبلمنت في سيس 500 والستاند ماجنتيود الحاجات دي كلها بتاثر على ايه؟ بتاثر على الرينج يعني لما انا اتكلم على ارقام ساين يبقى في الحاله دي في رينج معين يبقى الاشاره دي اشاره كده يبقى الرقم ده طب اعرف منين يا دكتور ان هي سالب او ان هي موجب في الساين؟ لا هو اتقال الرقم ده ساين ولا مش ساين؟ اصل الرقم ده انا لو عملت الرقم ده كان ساين هعمله كام؟ الرقم ده ساين هيبقى 70 طب اللي هو ساين هيبقى موجب 70 طب الرقم ده هو unsigned الرقم ده لو ده unsigned هيبقى كام ده اللي واقف عليه بالماوس ده والسالب 70 هيبقى 70 هيبقى عباره عن 70 دي عباره عن كام لا تعالى اجمعه لو هو unsigned هيبقى كام هيبقى دي احنا قلنا دي 1 2 لحد هنا 10
10 16 26 26 32 كام؟ 58 58 و 128 احسبه كده احتسب دي احتسب دي بويت احتسب الويت بتاعها 128 لكن لو هي ساين دي سالب 70 دي سالب 70 دي الاساسات اللي خدتوها في سي اس 500 اللي هي دي بتاعت معلش يا دكتور السؤال بالطريقه الثانيه لو كان سالب 70 مع سالب 80 يعني الاثنين سالب هيطلع لي اوفر فلو ولا مش هيطلع لي؟ ايوه هيطلع لك اوفر فلو لو اهو هيطلع سالب 150 سالب 150 ما تجيش في 8 بت عمر سالب 150 ما تيجي في 8 بت عشان كده طلع لك كده الكمبيوتر هيطلع لك النتيجه دي موجب هيطلع لك الكمبيوتر انت قلت له كده انت لو حتى لو عايش في قلت له بص اللي في الشمال خالص دي اشاره لو هي زيرو يبقى بوستيف هيروح يترجمها كده هيترجم ان ده رقم وده اشاره هيترجم لك ان دي موجب كذا هيطلع موجب كام؟ 160 من هي عباره عن دي عباره عن 10 10 16 دي 32 42 42 و64 102 هطلع لك موجب 102 موجب دي هقول لك دي تمام تمام يعني يا دكتور سالب مع سالب يدي اوفر فلو موجب مع موجب يدي برضو اوفر فلو صح أيوة كده؟ ايوه الاثنين جمع الاثنين جمع لكن السالب مع موجب ما يديش اوفر فلو لانه بياخدوا من بعض لانه يعتبر طرح طيب في نفس الحاله دي برضو كنا واخدين في المالتيبلكسر باين اهو في سيركت كده ان احنا بنعمل اكس اور في الاخر خالص لو كان في واحد وصفر يبقى في اوفر فلو ليه السيركت دي اهي ايوه هي دي هي دي اللي هو الكير اللي دخل الاخر الكير اللي دخل الاخر بيت اخر اثنين بيت تجمعهم مع بعض الكير اللي دخل لهم والكير الخارجه من الكير الخارجه من اخر بيت اللي هو هم اكتشفوا الحكايه دي ازاي شافوا الكير اللي دخل لاحظوا الكير اللي دخل هنا للجمع ده والكير الخارجه منه لو مختلفين عن بعض مختلفين بعملها بالاكسور لو مختلفين عن بعض يبقى في اوفر فلو لو دي واحد دي زيرو او لو دي زيرو دي واحد يبقى في اوفر فلو لو متساويين يبقى مفيش اوفر فلو لذلك انت لو جمعت سالب 70 بقى اجمع دي كده موجب 70 مع سالب 70 او موجب 70 مع سالب 80 اجمعهم هتلاحظ دي زيرو داخل زيرو وطالع زيرو او داخل واحد طالع واحد يعني داخل زيرو زيرو قصدي داخل زيرو طالع زيرو في الحاله دي هقول مفيش اوفر فلو بعد كده ايه في السيركت دي يا دكتور لو كان اكس اكس اور لو كانوا مختلفين لو كانوا واحد وصفر فهيبقى في اوفر فلو صح مين اللي بيجيب لك الاختلاف مين بيجيب لك الاختلاف ما بين اثنين سير اثنين بت او اثنين انبوت هو الاكس اور الاكس اور ما بيديكش واحد غير لما يكون في اختلاف لكن لو كان في لو في تشابه او تساوي بدي زيرو بس دي في السي 3 الرقمين صح كده السي 3 مع السي 4 دي السي 3 السي 3 اللي هو الانبوت السي 3 مع السي 4 مش رقمين مع بعض بالظبط تمام يا دكتور شكرا طبعا الباقيين دول هم التشوز ده عباره عن هتشوف عندك هنا في السلايد ديجيتال اسينكرونس اللي اعتقد كونتينوس ديسكريت هي ديسكريت تايم كونتينوس ان كونتينوس ان فاليو الفاليو لا يا دكتور هو ديجيتال اسينكرونس هتبقى ديسكريت كونتينوس التايم ديسكريت ال هي ديسكريت التايم تمام كونتينوس التايم كونتينوس التايم وديسكريت الفاليو للاسينكرونس مش السينكرونس الاسينكرونس اللي هي غير متزامنه ديسكريت التايم كونتينوس الفاليو ولا العكس مش فاكرها بالظبط اللي هي كانت اول محاضره خالص العكس يا دكتور يعني هي الديسكريت الفاليو كونتينوس التايم ديسكريت فاليو هي الاجابه السي يا دكتور صح مكتوبه في السلايد اللي هي ديسكريت اللي هي كونتينوس التايم كونتينوس في التايم او ديسكريت في الفاليو فتكر السيجنالز طبعا موجوده بتستخدم اثنين فاليو طبعا جاست تو ديسكريت فاليوز موجوده حاليا اللي هي تو ديسكريت فولت فبتل للفولت مثلا او فبتل للامبير طيب النمبر اوف ان بيتس ريكوير تو كود ماكسيمم قلنا كام لو انا عندي عدد البيتس اللي هي نمبر اوف بيتس اند ريكوير تو كود ماكسيمم يديك كام كود اقصى حاجه 2 اس ان يدينا 2 اس ان لو عندي ان بيتس بحصل على 2 اس ان اكواد النمبر اوف ان ديسيمال ديجيتس انا كود في ويز في اكسس 3 بكود مع كام لو انا عندي ان ديسيمال ديجيتس عندي رقم من خمس ارقام عندي عدد من خمس ارقام عايز اكود اكسس 3 يبقى كل ديجيت فيها هيتكود في 4
يبقى 5 في 24 يعني كانه 4 ان كانه 4 ان بالظبط 4 ان بالظبط. لو عندي ديجيت لو انا عندي عدد طب في ان ديسمال ديجيت وكل ديجيت هتكون في فيكسس 3 فكل ديجيت هياخد 4 بت ف 4 4 في ان بقى يبقى 4 ان. بعد كده عندنا الويت بتاعت البي سي دي طبعا معروفه اللي هي 8 4 2 1 اللي هي دي. عندنا بعد كده بعد اذن حضرتك ممكن يجي لي سؤال تديني حضرتك ديسيمال مثلا وتقول لي اعمليه كود باي ويت 1 2 1 2 4 2 1 2 4 8 كده ممكن باي ويت تمام اي ويت من اللي عندنا عندنا بعد كده مين عندنا الويتس اللي هي بتاعتنا فولوينج كود سيلف كومبلمنتنج مش سيلف كومبلمنتنج في دول لا البي سي دي مش سيلف كومبلمنتنج الاكس سي طبعا هو سيلف كومبلمنتنج هو يعني ايه سيلف كومبلمنتنج هو النون سيلف كومبلمنتنج الاكسس لا اكسس 3 هو لا اكسس 3 سيلف كومبلمنتنج سيلف كومبلمنتنج تمام اه سيلف كومبلمنتنج بيقول اكسبت البي سي دي هو مش سيلف كومبلمنتنج البي سي دي البي سي دي اما دول سيلف كومبلمنتنج دكتور هو يعني ايه سيلف كومبلمنتنج لو سمحت ما انا شرحتها من شويه في السؤال اللي هو كان في التو فولس ده كنت لو خدت التوس الناين كومبلمنت عندك رقمين ديسيمال وجبت المكمل هم الاثنين المكملين لبعض التسعه يعني في زي 395 و604 الرقمين دول مكملين لبعض لتسعه ده مكمل ده لتسعه وده مكمل ده لتسعه الرقم ده في اكسس 3 والرقم ده في اكسس 3 الاثنين الفرق ما بينهم ده 1 كومبلمنت للثاني احنا كده بنسموه سيلف كومبلمنت يعني ده 1 كومبلمنت بتاع الثاني في الباينري. بعد كده عندنا مين طب يا دكتور بعد اذنك رقم 5 مش هو المفروض الويتس بتاعت البي سي دي 8 و4 و2 و1 و2 و4 و2 و1 و8 و4 و سالب 2 و سالب 1 لا لا البي سي دي 8 4 2 1 بس 8 4 2 1 بس مفيش اختيارات ثانيه غير 8 4 سالب 2 سالب 1 ده كود لوحده تمام ده 8 4 2 1 الاثنين 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 4 2 1 ماله الاثنين 4 2 1 بيستخدم ماله بيكون كل ديسما ديجيت كام برضه في 4 بت برضه في 4 بت الاثنين 4 2 1 برضه ده ويتد بيكون بيكون الديسما ديجيت الواحد في 4 بت 6 تبقى دكتور ايه رقم 6 6 البي سي دي البي سي دي هو اللي هو مش هو الوحيد اللي مش سيلف كومبلمنتنج البي سي دي الوحيد اللي مش سيلف كومبلمنتنج انا بقول كلهم سيلف كومبلمنتنج اكسبت باستثناء مين البي سي دي الاكسس 3 كود بتاع ده التسعة تجمع عليها 3 تبقى كام تبقى 12 والأربعة تجمع عليها 3 تبقى 7 وتجيب البادر بتاع السبعة والخمسة تجمع عليها 3 تبقى 8 وتجيب البادر بتاع مين بتاع الثمانية يبقى التسعة والثمانية التسعة والسبعة والثمانية التسعة والسبعة والثمانية فين بقى التسعة والسبعة والثمانية سي سي يا دكتور أول أربعة اليمين ثمانية ثمانية ودي سبعة ودي تسعة اتناش قصدي التسعة تبقى اتناش هو ده هو ده بعد كده عندنا الايرور كوركشن الايرور كوركتنج كود دورنج ترانسميشن از از اوف اول باينري كود اكسس بيكوز مين اللي اسهل واحد فيهم مكتشف الايرور في اللي هو الجراي جراي كود بتصمم عشان كده جري كود متصمم ان كل رقم كل ديسمال ديجيت فرقه على الديسمال ديجيت اللي قبله واللي بعده واب بت الاختلاف واب بت فهو اسهل كود اكتشف فيه هو صمم عشان يكتشف الايرور اثناء نقل الداتا الباينري اثناء نقل الداتا الباينري عشان يكتشف الايرور لقوا انه جري صمموا جري كود عشان خاطر يبقى ايه يبقى الموضوع سهل فيه اكتشاف الايرور. عندنا اكستند اسكي كود بيستخدم كام اكسيد اصلا بيستخدم 8 العادي بيستخدم 7 اللي هو نون اكستندد الاصل كود العادي بيستخدم 7 بينما الاكستند بيستخدم 8 مش بس هو ما بيعملش 128 ايلمنت ومش المفروض 255 من 0 255 ما هو 8 بيستخدم 128 بت لا بت وكود 128 ايلمنت اوف الفا نيوميريك كاركتر سيت بيستخدم اكستندد اسك كود بيستخدم كام بيستخدم 8 بت لو انت 8 بت ماشي
ايوه يا دكتور، بس ال 8 بت بيعمل 256 فعلا، بس بيقسمهم نصين، 128 هو بياخد 128 الفانوميريك كاركترز، الفانوميريك كاركتر سيت، والباقيين بياخد ال 128 التانيين حاجات ثانيه، اكواد ثانيه بالظبط، اكواد ثانيه، بس هو اكسند بيستخدم 8، الاسك العادي بيستخدم 7، الاكستندد بياخد 8 والستاندرد اسك بياخد 7. طبعا تمام. زير ار من فضلك تسالنا في اي كود في الجري كود تحولات. لا جري كود، لا لا جري كود لا تحفظوه، جري كود اصلا له طريقه معينه في الحسبه. لا طيب زير ار 2 بيزك باينري لوجيك، كام باينري لوجيك اوبريشن؟ 3 تمام. باينري لوجيك اوبريشن اللي هم النيجيشن والنوت والاند والاند والاور. الكود الديسيمال فاليو بتاع الرقم ده 8 4 سالب 9 سالب 1، يبقى اول بت اربعات ده لوحده لحد هنا توقف، ده رقم وده رقم وده رقم تمام. هتاخد هنا السالب 1 السالب 1 السالب دي ده وزنها سالب 1، دي سالب 2، دي سالب 1 وسالب 2 سالب 3 وفي 4 هيبقى واحد، يبقى دي واحد. يبقى سي هو اول بتاع ليه سي. لحظه يا جماعه عشان نفهم، لحظه ليه سي بالظبط تمام، اللي هي دي عباره عن واحد، دي عباره عن سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثه واربعه، يبقى سالب واحد الرقم ده واحد لحد هنا كده، الرقم ده واحد ده كده الرقم ده واحد، نمسك ده برضو سالب واحد وثمانيه يبقى ده سبعه، الرقم ده سبعه، نمسك ده 8 بس يبقى 871 اللي هو سي، اللي هو ده 871 اللي هو سي تمام. معلش تاني ممكن قلنا هناخد ده اللي هو الواحد اللي هو ده الواحد ده سالب واحد سالب 2 سالب 3 و4 يبقى واحد، فرقم لحد هنا واحد. ما هاخد كل 4 بت بديجيت، كل 4 بت بديجيت، يبقى ده كده رقم ده وعباره عن واحد. ده الرقم ده كام؟ الأربعة بت دول اللي هم دول عبارة عن سبعة، دول عبارة عن سالب واحد وثمانية، سالب واحد الأربعة مضروبة في صفر والسالب اثنين مضروبة في صفر، يبقى سالب واحد وثمانية بسبعة، خلاص يبقى ظهرت هنا 871 اللي هو ده. الـ 8 بت باينري كود ديكودد الباينري كود الـ 8 بت كام؟ باستخدام 6 4 3 2 6 4 3 2 هكوده برضه ال 8 بت باينري كود، هكوده لكام؟ 8 بت باينري كود هكوده للاثنين، الاثنين برضه خلي بالكم باينري كود بتكود في نظام 6 4 3 2، 6 4 3 2 برضه بياخد 4 بت، هم 8 بت، يبقى هقسم ال 8 بت على 4 يبقى هدوني رقمين، هدوني 2 ديجيت. بعد اذن حضرتك يا دكتور، هو الكود بتاع 6 4 3 2 و 3 6 1 1 هي ده الويت بتاعه يعني اثنين ده الويت. ايوه ده الويت بالظبط. طيب تمام السيرف بولي الجبرا اللي هي دي، طبعا دي اللي هي دي اللي هي اسمها الايدنبوتنس اللي هي بتاع ممكن 13 تاني اللي هو ايه رقم 13. انا عندي 8 بت، عندي 8 بت اهم، هقودهم هفك الكود بتاعهم في نظام 6 4 3 2 1، 6 4 3 2 1 ده كده بياخد 4 بت، يبقى اذا كل بت هتقسمه ل 4 بت يبقى هدول رقمين ديسيمال 2 ديجيت 2 ديسيمال ديجيت او ديسيمال ديسيمال نمبر 2 ديجيت. يعني دي الايدنبوتنس اللي هي الخاصيه، الايدنبوتنس دي موجوده في شابتر اول شابتر 2 اللي هي الخاصيه دي، الايدنبوتنس اللي هي بتاعت خاصيه. لو سمحت هي رقم 10 موجوده في السلايد، ان الاكستندد اسك كود ده 8 بت بياخد من 0 ل 255 اللي هو بيكود 256 كاركتر مش 128 كاركتر. لا هو بضمنهم 128 بتوع الفا نيوميريك، وال 256 بضمنهم 128 الفا نيوميريك، والباقي اكواد ثانيه. هو تو كود 128 الفا نيوميريك، الفا نيوميريك حجمهم 128 الفا نيوميريك اللي هم الليترز بتاعت الكابيتال والسمول، ومعاهم التسعه ديجيت، ومعاهم شويه سيمبلز الثانيه، بيعملوا لك 128. دول داخلين في الاكسيد اصلي، لكن الاصلي الطبيعي بياخد سبعه، اكسيد اصلي بياخد ثمانيه. بس هو هنا كاتب في السؤال اللي هو الاكستندد، اللي هو الاكستندد اسك كود يوز 8 بت وكود 128 المنت. عادي ممكن، هو المفروض ممكن اخد سلايت ان هو بيكود 100 من 0 256. هو هنا قصدها في السؤال اعتقد ان هنقول تو كود 128 اليمنت،
اللي هو 128 element هو هياخد ما قلت لك 128 اللي هم داخلين فيه والباقيين اكواد لحاجات ثانيه مفيش مشكله. انا باخد ارسال من اصل اسكي الاكسيد اسكي عشان خاطر اكون 128 وبقيه الاكواد استخدمها في حاجات ثانيه. بس هو في الاخر الاكسيد اسكي لازم يكون 8 بت مش 7. البوستوليت في الجبرا طبعا دي قلنا دي الكمبيوتيف دي واضحه خالص خاصيه الابدال الكمبيوتيف في 15. البريسيدنس طبعا انتوا عارفين البريسيدنس الاقواس اول حاجه الاولويات ثم النوت ثم الان ثم الاور دي الاولويات. دي بيدي 17 دي الكونسنسس ثيرم اللي هي اي بي اور اي برايم سي اور بي سي دي الاي بي اور اس اي برايم سي دي الكونسنسس ثيرم اللي هي رقم دي دي الثيرم بتاع الكونسنسس تبعوها في السلايدز. التيرمو فاريبل بريزنت ان اوردر نورمال او كومبلمنتد ده اللي هو المين ال اند تيرم ده المين تيرم طبعا ده المين تيرم على طول ده المين تيرم اللي هو عندنا الستاندرد سام هو مين هو الماكس تيرم ستاندرد سام هو الماكس تيرم. وعندنا بعد كده الفور الباينر اندكس مين كورسبوندنج فاريبل النورمال الواحد بيدل على النورمال والزيرو بيدل الزيرو والزيرو بيدل على الكومبلمنتد اللي هو ده المين تيرم فوق الواحد تيرم. الواحد ده مش ماكس تيرم ولا مين تيرم والسام تيرم لا لحظه هو بيقول فور مين تيرم الواحد في البانر اندكس بيدل على ايه على الواحد بيدل على ان هو نورمال ايوه ده المين تيرم ده المين تيرم مش الماكس تيرم الماكس تيرم الواحد بدل على انه كومبلمنتد تمام المين تيرم اللي هو فيه الواحد بيبقى نورمال والزيرو بيبقى كومبلمنتد للفاريبل ده المين تيرم. طب لو شال مين تيرم يا دكتور وقال لي برودكت سام اوف برودكت تنفع ولا لا؟ انا مش عارف انت مركز ليه مع سام اوف برودكت برودكت سام يا ابني ده مالهاش علاقه دي فاهمها بس دي مالهاش علاقه دي مالهاش علاقه ببعض دي بتتكلم على الترم لوحده الترم لوحده تمام ايفالويت تو زيرو فور اتس كورسبوندنج ده الماكس تيرم بقى ده الماكس تيرم اللي هو بيجي لي دكتور على السؤال رقم 19 الستاندرد سام هو ده الماكس تيرم لو قال لي سام تيرم او برودكت تيرم بس ده معناه ان هو مش لا ماكس ولا مين تيرم لو قال لك ايه برودكت تيرم بس او سام تيرم بس لو قال لي الستاندرد سام الستاندرد سام هي انذر نيم اوف برودكت لا لو شال الستاندرد سام وحط برودكت تيرم او سام تيرم برودكت تيرم او سام تيرم لا طبعا الستاندرد سام لا في خطا الستاندرد سام هو عباره عن ماكس تيرم او بس مش 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 مش, مش معناها ما ينفعش الستاندرد سام هو سام الستاندرد سام غير السام السام العاده وهو في فاريبلز مش مذكوره في فاريبلز مش ممكن ما تكونش ظاهره يعني البرودكت تيرم والسام تيرم دول عادي الفاريبلز مش كاملين الفاريبلز دول مش كل الفاريبلز ظاهره فيهم تمام اهو عندنا بعد كده احنا قلنا هنا زيرو ايفالويت تو كورسبوندنج انتر ده الماكس تيرم طبعا الماكس تيرم بيفالويت تو زيرو كانونيكال فورم اكسبريس بيقول لك فانكشن از اندنج اتس ستاندرد سام اللي هو المين تيرم اللي هي الاس او ام طبعا كورسبوندنج تو زيرو انترز ان ذا بوليان لا لحظه ستاندرد سام الماكس تيرم بس اندنج الماكس تيرم يبقى ده البي او ام البي او ام دي البي او ام اللي هي بتاعت البرودكت ماكس تيرم طبعا دي عادي بقى هتشوفوا هنا عندك الواحد عندك هنا مين في 23 الواحد عندك اللي هي الواحد عندنا اللي هي كام اللي هي عباره عن 0001 اللي هي هتبقى A B C دي برايم A B C دي برايم اللي هي دي بس هشوف الثلاثه بقى عندنا اختيارين في الايه عندنا A B C دي برايم اللي هو ده لا رقم ايه على طول ظهرت على طول هنا عندنا ده برودكت ماكس تيرم والماكس تيرم الزيرو بيبقى بواحد وال بيبقى الزيرو بيبقى نورمال والواحد يبقى كومبلمنتد عندنا اللي هي دي الاختيار ده اللي هو رقم ايه ده الكانونيكال فورم دي العكس بقى لو عندي دي سام اوف مين تيرم دي سام اوف مين تيرم فانا هنا عندي ده 0 0